اهلا بيكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الهايبربوليك فانكشنز اللي هي الدوال الزائدية. هنلاقي تشابه كبير في الاسماء بين الهايبربوليك فانكشنز والتريجونومتريك فانكشنز، هو مجرد تشابه لكن العلاقات كلها هتختلف، القوانين كلها هتختلف، لكن احنا برضو هنديها لكم بطريقة لذيذة جدا مش هتخليك تحس انها صعبة خالص ان شاء الله. الاول عايزين نعمل مقارنة بين العلاقة بين الهايبربوليك فانكشن والتريجونومتريك فانكشن. في التريجونومتريك فانكشن احنا قلنا ان معناها ايه، ليها علاقة على اليونت سيركل، صح؟ لو رسمنا دايرة الوحدة دي اللي هي معادلتها اكس سكويرد بلس واي سكويرد ايكوال 1، دي اسمها يونت سيركل. ايه هي الكوزين والساين على اليونت سيركل؟ هي كل النقط اللي بتقع على اليونت سيركل، لو شاورت على اي نقطة منهم هلاقي ان الاحداثي اكس بتاعها الاكس كوردينتس هو يمثل الكوزين، والواي كوردينتس بيمثل الساين بتاع الزاوية اللي بتتصنع مع الاتجاه الموجب لمحور اكس والخط الواصل ده، يبقى هي دي السيتا، وهكذا. اي نقطه، يعني هاخد نقطه كمان برضو زياده تاكيد، هاخد مثلا النقطه اللي بالاحمر دي، يبقى النقطه دي الاكس كوردينس بتاعها اسمه كوزين ثيتا 1، هنسمي دي بقى ثيتا 1، بلاش ثيتا خالص نخليها اوميجا، زاويه تانية خالص طبعا، وساين اوميجا. يبقى النقطه دي الاكس بتاعها هو الكوزين اوميجا، الواي بتاعها هو الساين اوميجا. وايه هي الاوميجا؟ هي الزاويه اللي بتتصنع او بتبقى بين اتجاه الموجب لاكس والخط الواصل ده، يبقى هي الزاويه اللي بالاحمر دي، يبقى اوميجا طبعا زاويه ايه، اكبر من باي اوفر 2. يبقى بنقول ان الترجونومتريك فانكشنز الكوردينتس اوف اول بوينتس اون يونت سيركل هي بالظبط الاكس كوردينتس هي الكوزين والواي كوردينت هي الساين، وهنا ثيتا واوميجا بتمثل ايه، انجل، زوايا. الثيتا والاوميجا والاي حاجه كده بتمثل زوايا. تعالى بقى في المقابل نفصل كده، هنعمل خط فاصل ونشوف ايه قصه الهايبربوليك فانكشنز بنفس الاسلوب الاول. عايزين نفهم لما اقول كوشاين، المره دي انا هقولها بقى كوشاين مش هقول كوزاين، هحط اتش في الاخر وهسميها كوشاين وشاين، دول بيمثلوا ايه؟ هلاقي برضو ان هما من اسمهم جايين من الهايبربولا. الهايبربولا هو القطع الزائد، بيكون رسمته عامله كده، في هنا خطوط تقاربيه كده اسيمتوتس، وهنا كده بيبقى فيه الشكل ده، ده الهايبربولا. هنلاقي ان كل النقط اللي بتقع على الهايبربولا ده، الهايبر مش اي هايبربولا، لا الهايبربولا اللي معادلته كده، بص الفرق، ادي اول فرق، يبقى اكس سكويرد بلس واي سكويرد ايكوال 1 ده سيركل، دي سيركل الريديوس بتاعها بنسميها يونت سيركل، الريديوس بتاعها بيساوي 1، ده اسمه يونت هايبربولا برضو. ليه يونت؟ لان المسافه بين السنتر والفيرتكس، هناخد الهايبربولا ان شاء الله في الكونيك سيكشنز وهتعرفوه اكتر، لكن احنا مش محتاجين دلوقتي غير هنفهم ان اليونت هنا نقصد بيها المسافه دي ب 1، يبقى المسافه دي طولها 1 وكمان المسافه دي 1، المسافتين دول قد بعض، يبقى بالتالي ده دي كده باي اوفر 4، الزاويه دي 45 درجه اكيد، ده اليونت هايبربولا. يتميز بكده، يتميز بقى بايه؟ ان كل النقط اللي على اليونت هايبربولا لو جينا عند اي نقطه، النقطة دي مثلا ونزلنا كده وكده وقسنا، قسنا طول الاكس قد ايه، هنلاقي ان الاكس كوردينت هو الكوشاين الفا والواي كوردينت هو الشاين الفا. طب وهي ايه هي الالفا؟ هنا خلي بالك بقى، الالفا مش انجل لان دي مش دوال مثلثية، ما بتعبرش عن زاوية ومثلث، وما الالفا هي ايه؟ جاي واصل كده ما بين النقطة دي والفيرتكس اللي هو الراس اهو كده، وما بين النقطة دي والسنتر اهو كده، هعمل تراينجل لونه ازرق، شايفينه اهو، الاريا بتاعت التراينجل دي الاريا بتاعته هي الفا اوفر 2. يبقى ايه هي الالفا؟ هي الدبل اريا بتاعت التراينجل ده. ناخد واحدة تانية عشان نثبتها اكتر، ناخد اي نقطة تانية، النقطة دي مثلا، النقطة دي لما هنزل الخط ده اجيب الاكس كوردينيت، المسافة دي كلها عبارة عن كوشاين مثلا اقول اوميجا، والمسافة دي كلها اللي هي الواي كوردينت ده شاين
أوميجا. وإيه هي الأوميجا؟ بنفس الطريقة هوصل ما بين النقطة الحمراء دي والفيرتكس وبينها وبين السنتر، وحقيقي وهقول إن المثلث الأحمر ده الأريا بتاعته هي أوميجا أوفر 2. يبقى هي الأوميجا هي دبل الإيه؟ الأريا بتاعت المثلث الأحمر، ضعف الأريا. يبقى أول ملاحظة مهمة، تعالوا كده نعمل المقارنة دي. أولا إيه هي الدوال المثلثية؟ هي كل النقط اللي بتقع على يونت سيركل. ايه هي الدوال الزائدية؟ هي الكوشاين والشاين. ايه هي؟ هي كل النقط اللي بتقع على يونت هايبربولا. تمام. ايه هي هنا الثيتا؟ بتمثل ايه؟ بتمثل الزاوية، الزاوية الانجل اللي بتصنعها الزاوية ما بين اتجاه الموجب لإكس وما بين الايه الخط بتاع النقطة ده اللي هو البوزيتيف دايركشن اوف اكس. هنا ايه هي الالفا او الاوميجا؟ مش زاوية خالص. هنلاقي ان الالفا هي الايه الدبل اللي بالاحمر بقى دي تبقى الاوميجا. يبقى الاوميجا هي ايه المثلث الاحمر ده؟ يبقى هي الدبل دبل ايه ضعف الشيدد دبل اريا اوف شيدد تراينجل، ضعف المساحة بتاعة الايه المثلث الاحمر شيدد، خليها ريد عشان تبقى واضحة. طب ايه هي الالفا؟ هي double الاريا of the blue triangle، وهكذا. يبقى احنا كده فهمنا الاول معنى الدوال الزائدية. اوكي طيب نلاحظ ايه، هنرسم رسمة تاني ونكبرها شوية عشان نبص عليها كويس قوي. يبقى احنا عندنا يونت هايبربولا اهو، ده محور، ده كده اكس اكسس وده واي اكسس. الاسيمتوتس بتاعته بتبقى 45 درجة، بتميل 45 درجة، والمسافة دي قلنا 1، وهاجي عند 1 كده واعمل ايه الهايبربولا. طيب لو جينا اخدت اي نقطه ونزلت الاكس اكسس والواي، اي نقطه عليه نزلت اكس وواي، هلاقي دايما، هلاحظ اول ملاحظه هنقولها ان دايما لاي نقطه عليه الاكس دايما اكبر من الواي. باينه على الرسمه ولا لا؟ يعني لاي نقطه، احنا قلنا النقطه دي مثلا عندها الاكس هو الكوشاين مثلا الفا وشاين الفا، وعرفنا ايه معنى الالف. النقطه دي مثلا كوشاين اوميجا وشاين اوميجا. هلاقي دايما لاي الفا واوميجا واي نقطه فور اني بوينت دايما كوشاين اكبر من، يعني دايما الاكس اكسس اكبر من الايه الواي اكسس. بقى دي اول نقطه مهمه علشان هتنفعنا قوي واحنا بنحسب الارقام. خلي بالك دايما ان الكوشاين اكبر دايما من الشاين كفاليو. يعني طيب كمان نقطة بالمرة على نفس الرسمة، ان الكوشاين دايما، بص كده الفاليوز بتاعت الكوشاين تلاحظوا دايما ناحية الاكس دايما موجبة، انما الشاين ممكن تاخد ارقام موجبة هنا وارقام سالبه هنا. فيبقى كوشاين اكس دايما ايه، دي تاني ملاحظه من الرسمه برضو، ان الكوشاين اكس is always positive. طيب بما ان الكوشاين هي الكبيره والشاين هي الصغيره، ده هيساعدنا قوي في حفظ القوانين اللي هقولها دلوقتي، قوانين الدوال الزائديه. ترى الدوال الزائديه بتتعبر عنها بدلاله ايه؟ هلاقي ان الهايبربوليك فانكشن بتبقى in terms of بدلاله الاكسبوننشال فانكشن. وبالتالي لو عكسنا الجملة دي وقلنا الانفرس هايبربوليك اللي هناخدها بعد كده، الانفرس هايبربوليك فانكشن هتبقى in terms of ايه؟ مين الدالة العكسية بتاعت الاكسبوننشال اللوغاريتمي؟ يبقى اللين logarithmic فانكشن. يبقى زي ما الدوال الزائدية هنعبر عنها بدلالة الدوال الاكسبوننشال الأسية الاي، يعني برضو الانفرس هايبربوليك هنعبر عنها بدلالة اللين. قوانين بقى اللي هكتبها دلوقتي دي مهمة جدا. كوشاين بتساوي ايه؟ كوشاين اكس بتساوي ايه؟ او كوشاين اي حاجة جواها بتساوي ايه؟ تاني بقول اكس دي مش انجل، امال دي ايه؟ دي عبارة عن ضعف مساحة معينة. قسناها ازاي؟ عرفنا ازاي قسناها، ضعف مساحة مثلث عرفنا نقيسه بطريقة معينة. تمام. طيب بتساوي ايه كوشاين اكس؟ بتساوي اي اس اكس زائد اي اس ناقص اكس على 2. طيب شاين اكس اي اس اكس ناقص اي اس ناقص اكس على 2. هقف هنا شويه واقول ان الحفظ بتاع القانونين دول دايما بيلخبطنا ودايما مش بنعرف نفرق هو مين اللي بالزائد ومين اللي بالناقص. انا هقول لك جمله واحده
المفروض ما تنساهاش ابدا. انا بقولك ان دايما قيمة الكوشاين، دايما الكوشاين هي الكبيرة. يبقى مين اللي بالزائد؟ الكبيرة. يبقى اللي بالبلاس هي الكوشاين، واللي بالماينس هي الشاين. فدايما الفاليو لأي نقطة على اليونت هايبربولا ده، دايما الفاليو بتاعت الاكس كوردينيت دايما هتلاقوه مايل كده ناحية، في سكيونس ناحية الرايت، مايل لليمين. فلما اي كيرف يبقى مايل لليمين، تلاقي طول الاكس عند اي نقطة اكبر من طول الواي، يبقى دايما الكوشاين اكبر من الشاين. يبقى القانون بتاع الكوشاين هو اللي بالزائد، والقانون بتاع الشاين هو اللي بالناقص. وارجو ما تنسوهاش ابدا، هي دي الاكتر حاجة في الدرس ده بننساها. بقية الحاجات كلها هنستنتجها سوا مع بعض دلوقتي. طيب لو ده الكوشاين وده الشاين، يبقى ايه هي السش؟ نفس الكلام، ايه هي السش؟ السش هي مقلوب الكوشاين. تمام، هتضحكوا شوية من النطق في الأول لأنكم مش متعودين، بس شوية كده ولما نتعود هنقولها بمنتهى السهولة عادي. ساش هي مقلوب الكوشاين، يبقى 2 على اي اكس بلس اي ناقص اكس، دي ساش. وبالتالي يبقى الشاين هيبقى ليها مقلوب اسمها ايه؟ كو ساش. يبقى كو ساش هي 2 على اي اكس ناقص اي ناقص اكس. اوكي، طيب وزي ما في شاين وفي كوشاين، في تانش. فايه هي التانش؟ بنفس الطريقة التانش هو شاين على كوشاين، التانش هو الشاين على الكوشاين. يبقى لما اقسم الشاين على الكوشاين هلاقيها تطلع، يبقى الناقص من فوق والزائد من تحت، يبقى اي اس اكس ناقص اي اس ناقص اكس، اي اس اكس زائد اي اس ناقص اكس. وبصلي كده شوية على القانون ده، لان انا عايزك تعمل فيه حاجتين، مرة تضرب فوق، مرة نضرب فوق في اس اكس كده ونشوف ايه اللي هيحصل. هنحاول نوصل لقوانين ابسط شوية وهنستخدمها، هتساعدنا، هنستخدمها كمان شوية واحنا بنرسم. لو ضربت الجزء اللي فوق في اس اكس وتحت في اس اكس، هتخلي الموضوع ايه يتكتب بطريقة صورة افضل للعين. يلا نضرب في اس اكس، اي اس اكس في اس اكس ب1، اي اس اكس في اس ناقص اكس هتبقى اي اس 0. اي اس 0 بكام؟ لا معلش تاني، اي اس اكس في اي اس اكس باي اس، ها اي اس اكس في اي اس اكس، هعملها لكم بالراحه، اي اس ناقص اكس في اي اس اكس، اي اس اكس في اي اس اكس زائد اي اس ناقص اكس في اي اس اكس. اللي بيحصل اخدناها دي في الفيديو بتاع الاكسبوننشال، اللي بيحصل للاس هنا اي اس اكس في اي اس اكس، انا بجمع الاس هتبقى اي اس 2 اكس. طيب اي اس اكس في ناقص اكس هجمع هلاقيها اكس ناقص اكس بزيرو، تبقى اي اس زيرو بكام؟ ها هنحفظها، اي اس زيرو بوان، مينفعش ننساها يا جماعة. هنا تحت هتبقى اي اس اتنين اكس بلس وان. تمام، هقولك عيد تاني الكلام ده، بس اضرب ايه مرة تاني، هضربها في مرة كده، هضربها هاخد نفس القانون ده، هضربها في اي اس ناقص اكس فوق وتحت. يلا ونكتبها بقى على طول بسرعة. لو ضربنا في اس اكس الاكسبريشن ده فوق وتحت، يبقى اول واحدة تبقى 1 ناقص اي اس ناقص 2 اكس، 1 زائد اي اس ناقص 2 اكس. اوكي، يبقى احنا طلعنا كام قانون للتانش؟ احنا الحقيقة مش هنحفظهم، احنا بنستنتجهم كلهم اصلا مش حفظ. احنا الحاجة الوحيدة نحفظها النهاردة وحفظها سهل الكوشاين والشاين، ولما نعوز التنش نبقى نقسمهم على بعض ونجيبها بمنتهى السهولة. وطلعنا ثلاث قوانين استنتجناهم مع بعض، ده أول قانون شكله شوية يخض شوية، ده القانون التاني، ده القانون التالت، ثلاث القوانين للتنش. وطبعا بالمثل لو عايزين كوتانش تعملوا ايه؟ تقلبوهم، مفيش مشكلة، مش هكتبهم حتى. من الاستنتاجات برضو المهمة، لو انت عندك، انت حافظ ان الشاين بتساوي ايه؟ يلا قولوها تاني، اي اكس ناقص اي ناقص اكس على 2، وكوشاين بالزائد يبقى اي اكس زائد اي ناقص اكس على 2. لو جمعنا المعادلتين دول، دي سميناها 1 و 2، بجمع بقى 1 بلس 2 هيحصل ايه؟ لو جمعنا دول هلاقي ان شاين اكس بلس كوشاين اكس مجموعهم على بعض بيساوي، اجمع كده هتلاقي حاجات تضيع مع بعض، هتطلع اي اكس على 2 زائد اي اكس على 2، هتطلع اي باور اكس. بجمع المعادلتين دول وهنطلع بحاجة، نتيجة مهمة جدا، ان شاين وكوشاين بإي اكس. لو طرحنا، لو جربنا نطرح 2 ناقص 1، نجيب الكوشاين ناقص الشاين ونشوف كده. الإشارات هتتبدل، فهتلاقي الإي
المرة دي ال EX هي اللي راحت خالص، ويتفضل 2 من E ناقص X على 2، يعني E ناقص X. طيب جميل قوي. طب بص بقى كده، المعادلتين اللي احنا طلعناهم دول لو جينا ضربناهم في بعض، مش ده فرق بين مربعين؟ سمينا دي 3 و4، تعالوا نضربهم في بعض. بص كده، كوشاين اكس ناقص شاين اكس طلعت بإي ناقص اكس، كوشاين اكس زائد شاين اكس طلعت بإي باور اكس. بضرب المعادلتين دول في بعض هيحصل ايه؟ هيبقى في عندي قوس كده كوشاين اكس ناقص شاين اكس، وقوس تاني كوشاين اكس زائد شاين اكس. اضرب دول في بعض يبقى اي ناقص اكس في اي اكس. طب اي ناقص اكس في اي اكس بتساوي ايه؟ اي باور 0 اللي هي 1. ومن هنا ده فرق بين مربعين صح، كوشاين سكويرد ناقص شاين سكويرد. وهنا من هنا جت فكرة ايه؟ القانون الاساسي للدوال الهايبربوليك. ويبقى هنا معنى الكلام ده ان احنا عندنا شوية رولز جديدة، زي ما في رولز اخدناها للتريجونومتريك فانكشنز هناخد رولز للهايبربوليك فانكشنز. فانتوا طبعا هتتخضوا كده، هتقول لي لسه هنحفظ قوانين تاني؟ هو احنا اصلا يعني بنحفظ التريجونومتريك بالعافية، لسه هنحفظ قوانين تاني؟ انا هقول لك طريقة تحفظ بيها، بس تكون معتمدة انك انت حافظ التريجونومتريك. يعني انت حافظ التريجونومتريك رولز ولا لأ؟ لو لأ خلاص نو واي، روح حفظها الاول. بعد ما حفظتها تعالى اوريك طريقة ازاي تقلب من تريجونومتريك لهايبربوليك بمنتهى السهولة. جميل قوي اللي طلع الهايبربوليك فانكشنز ده، اللي اخترعها اول واحد، انه قدر يوصل للمابينج ده بطريقة جميلة جدا. تعالوا نشوف العلاقة بين القوانين بتاعة الدوال المثلثية والعلاقة بين القوانين بين الدوال الزائدية، في علاقة بينهم. عشان كده انا في الليكتشر عامله لك جدول بقارن لك، وعامله لك كده علامات ملونه لك الحاجات اللي اتغيرت والحاجات اللي هي ما اتغيرتش. بس انا هقول لك طريقة تحفظها بسهولة جدا. بص، اول حاجة هقولها لك على جنب كده، احنا هنكتب قوانين التريجونومتريك اللي احنا حافظينها. اول قانون، القانون الاساسي البيزك رول، ايه هو؟ كلنا حافظينه ومفيش حد مش حافظه، اللي هو الكوزين سكويرد اكس زائد ساين سكويرد بيساوي 1. كلنا حافظين ده، وبنقسمه مره مره بنقسمه على ساين سكويرد، ومره بنقسمه صح، ومره بنقسمه على كوزين سكويرد. لما بنقسمه على كوزين سكويرد بيبقى 1 بلس 10 سكويرد بيساوي سك ايه سكويرد، ولما بنقسمه على ساين سكويرد بيبقى 1 بيبقى كوتان سكويرد زائد 1 بيساوي ايه كوسيك سكويرد. يبقى احنا هنا في التريجونومتريك حافظين ده بس، وبنستنتج الاثنين اللي تحته ايه بمنتهى السهوله. هاجي بقى اقول لك حاجه مهمه جدا. بص بقى، ايه العلاقه بين قوانين الدوال المثلثيه والدوال الزائديه؟ عايز انت ايه يعني ما تتعبش قوي في حفظهم، فهقول لك علامه مميزه جدا. لما بتلاقي ساين في ساين في ناحيه الدوال المثلثيه، الناحيه التانية بتبقى ناقص شاين في شاين. الكلام ده جاي منين؟ احنا بنقولكوا كده، لكن الكلام ده يعني ان شاء الله في ماث 5 لما هتاخد الكومبلكس الاعداد التخيليه هتفهم كويس ان العلاقه بين الساين والشاين فيها اي دايما، في اي، اي ده اللي هو الاي بتاع الايماجينري بارت، الاي سكويرد بنيجاتيف 1. فبتلاقي دايما لو انت عايز تقلب من ساين لشاين بيبقى في نيجاتيف 1 بتطلع لك. الساين والتان نفس الكلام برضو، لو لقينا تان في تان ناحيه التريجونومتريك هتتقلب الناحيه التانيه بناقص ايه تانش في تانش. غير كده خلاص، لقيت كوزين في كوزين يبقى الناحيه التانية هتبقى زي ما هي كوشاين كوشاين. طيب زي التان والتان برضو مقلوباتهم، هما مقلوباتهم نفس الكلام، مين مقلوب التان؟ الكوسيك والكوسيك. لو لقيت كوسيك كوسيك اعرف ان انت هتخليها الناحيه التانية ايه، هتغيرها كوسيش كوسيش وهتعمل ناقص. التان مقلوبها ايه؟ كوتان. لو لقيت كوتان وكوتان مع بعض مضروبين في بعض يعني كوتان سكويت، الناحيه التانية هتقلبها ايه؟ كوتانش كوتانش بالناقص. فتعالوا بقى نطبق الكلام ده. اوكي، دي الطريقه، دي طريقه طبعا مش هتلاقيها في كتب، يعني دي طريقه كده بنقولها لكم عشان نساعدكم بيها.
علشان ما تحفظوش ايه قوانين جديده. تحاولوا تستنتجوا، تاخدوا القانون بتاع التريجونومتريك تقلبوه هايبربوليك بمنتهى السهوله لما تحتاجوا، بلاش تبقوا ايه عشان نقلل من عليكم الحفظ. انا هطبق الكلام ده دلوقتي على القانون الاساسي، فهيجي يقابلني كده عايز اشوف ايه الشكل بتاع القانون ده في الهايبربوليك، هيبقى هو ولا هيتغير. هنعدي على واحده واحده، هنقول كوساين سكويرد هتبقى كوساين سكويرد زي ما هي عادية خالص. أول ما أشوف ساين سكويرد أقول إيه ساين ساين، يبقى هحط نيجاتيف، هغير إشارة تبقى شاين شاين، هتبقى شاين سكويرد إيكوال وان. آدي القانون الأساسي بتاع الهايبربوليك فانكشن، وإحنا استنتجناه على فكرة أهو، استنتجته لكم يعني ستيب باي ستيب كده، واحنا ماشيين في القوانين استنتجناه وطلع لنا لوحده. فهنا القانون الاساسي، اول اختلاف بين قوانين الدوله المثلثيه والزائديه هي ان القانون الاساسي هنا بالناقص القانون الاساسي في التريجونومتريك بالزائد. بعد ما جبت القانون الاساسي خلاص اقدر استنتج ايه القانونين الباقيين. عايز استنتجهم ان انا اقسم على كوشاين سكويرد مره وشاين سكويرد مره، او استنتجهم برضو من هنا. يعني امسك ده كده ابص كوتان بتتغير اشارة او بتتغير كوتان زي التان بنغير، يبقى ناقص كوتانش بلس 1 يساوي. طب الكوساش بتتغير، ايوه بتبقى ناقص كوساش. لما اظبطها كده هلاقيها تطلع لي، ظبطت عيد الكتابة كده هتلاقيها 1 ناقص كوتانش بتطلع ناقص كوساش، صح. طيب القانون التاني 1 زي ما هو، التان بتتغير اتوا بتبقى ناقص تانش. السيش بتتغير، لا السيش دي مقلوب الكوشاين ما بتتغيرش، فدي زي ما هي تنزل بس تبقى كساش. ومن هنا ده القانون التاني، يبقى 1 ناقص تانش سكويرد ايكوال سيش سكويرد. مفيش حد فينا، بأكد عليكم مفيش حد فينا حافظ القوانين دي، احنا بنستنتجها بمنتهى السهولة لما بنحتاجها، بنستنتجها بمنتهى السهولة زي ما هنشوف واحنا بنحل لو احتاجنا حاجة فيهم، لكن احنا مش حافظينهم. اوكي، عشان ما تقولوش انتوا بتحفظوا بتحفظونا، احنا مش حافظين التفاصيل دي، احنا بنستنتجها سوا مع بعض. ناخد اكزامبل تاني، ناخد مثلا المجموعه بتاعه الدبل انجل. قوانين الدبل انجل قلنا المجموعه دي في منتهى الاهميه. قوانين الدبل انجل ناحيه التريجونومتريك عامله ازاي وناحيه الهايبربوليك هتبقى عامله ازاي. نبدا بالقانون الاولاني اللي هو ساين الدبل انجل، يلا فرصه نراجع. كوزاين الدبل انجل اللي لسه ما حفظت الحاجات دي يحفظها. ساين الدبل انجل هو 2 ساين كوزاين. كوزاين الدبل انجل قلنا ليها 3 قوانين وبيتحفظوا كده مع بعض، كوزين سكويرد ناقص ساين سكويرد نص الزاوية، 1 ماينس 2 ساين سكويرد نص الزاوية، 2 كوزين سكويرد ناقص 1. دي القوانين. تعال نشوف تأثير بقى ده ناحية الهايبربوليك، يعني القانون هيتغير ازاي. اول قانون ساين 2 اكس هتبقى شاين 2 اكس، هي يا ترى هتغير ولا لا؟ هنا قدامي ساين في كوزاين مفيش حاجة تتغير، يبقى تو شاين كوشاين، يبقى القانون ده ما بيتغيرش. طيب نيجي بقى للكوشاين الدبل، مش بس هي مش انجل، خلي بالك انا عايزك تفهم ان دي مش انجل، دي ما بتديش معنى انجل، بتدي معنى اريا صح. فهنقولها لو قلناها دبل انجل كده هنقولها كده يعني يعني هتبقى طبعا ايه مش صح قوي، مش صح، مش تعبير دقيق. نعدي بقى على قانون ونشوف هيتغير ازاي. هنيجي كوساين سكويرد هنكتبها كوشاين سكويرد ما بتتغيرش، لكن اول ما يقابلنا ساين سكويرد هتبقى زائد، هنغير الاشاره. يبقى اول ما يقابلك ساين سكويرد غير الاشاره، لما يقابلك تاني سكويرد غير الاشاره، لما يقابلك ايه تاني كوسيك سكويرد غير الاشاره، لما يقابلك كوتان سكويرد غير الاشاره. يلا دي هتبقى ايه؟ طب دي هتتغير ولا لا؟ بنفس الطريقه، ايوه هتتغير لان فيها ساين فهتبقى شاين. دي هتتغير ولا لا؟ لا دي هتفضل زي ما هي. يبقى في اي وقت لو حبيت تستنتج قانون من دول استنتجه من المثلثيه تريجونومتريك، واعمل الحركه اللي احنا قلناها دي هي العلاقه بين الساين ساين والشاين شاين. تمام يا شباب؟ طب عايزين التان بالمره، تان 2 اكس بتساوي ايه؟ تان زائد تان 2 تان اكس على 1 ناقص تان سكويرد. تفتكر في التانش هتبقى ايه؟ تانش 2 اكس هتبقى ايه؟ هاجي فوق 2 تان دي ما فيهاش حاجه هتنزل زي ما هي، لكن تحت هلاقي تان سكويرد، لما الاقي تان سكويرد اغير يبقى تانش. اوكي.
كده هتكون كل القوانين سهلة ان شاء الله وما فيهاش اي مشكلة خالص. هقول حاجة صغيرة كمان، القوانين بتاعت الدبل انجل قلنا انها مهمة جدا، بس قلنا ان في اهم منها كمان. ايه هي؟ قلنا اهم منها كمان انك تعرف تعبر عن الكوزين سكويرد والساين سكويرد. الكوزين سكويرد بتساوي ايه؟ نص 1 بلس ايه كوزين الدبل انجل، هنا نص 1 ناقص كوزين الدبل انجل. الساين كوزين نص ساين 2x. وقلنا دول مهمين جدا. ليه يعني مهمين جدا؟ ليه بقى مهمين جدا؟ قلنا عشان بيخلصونا من الباور وهنستخدمهم في حاجات كتير قوي منها الانتجريشن ان شاء الله. وشوفنا اهميه ليهم برضو في الامبليتيود، واحنا بنجيب الامبليتيود بتاع كوزين سكويرد معرفناش، قلنا لازم ننزل الباور ده، فاستخدمنا القوانين دي. فالقوانين دي مستخدمه كتير جدا. طيب السؤال الناحيه التانية، في ممكن ان انا اجيب قوانين برضو للكوشاين سكويرد نفس الاسلوب والشاين سكويرد، بس هنا يعني بنقول ان ايه نو نيد، يعني ما فيش احتياج لكده. ليه يا ترى؟ لان اصلا كوشاين سكويرد ممكن تتجاب بطريقه اظرف ان انا اجيبها بالاي. الباور بتاع الاي مش صعب سهل، فعشان كده انا كاتبه لكم انها غير مهمه، يعني ما في نو نيد ان احنا نستخدم القوانين دي خالص في حاله ما بنحتاجش نجيبها في حاله الايه، في حاله الدوال الزائديه. لان انت لو عايز تعمل انتجريشن مثلا قدام للكوشاين سكوير هتعرف بسهوله تعمل انتجريشن. ده هنشوفه ان شاء الله مع بعض في الترم التاني. فاحنا خلينا نقول دلوقتي ان القوانين دي نو نيد ليها، يعني ما فيش احتياج ليها. طيب في كمان سيت تانية فاضلة، اللي هي مجموعة قوانين الساين والكوزين مجموع وفرق زاويتين، برضو بنفس الاسلوب هنقدر نستنتج اي واحدة. تعالوا نعمل واحدة بس عشان ما تزهقوش من يعني افضل اعيد وازيد. خليني اخد واحدة بس، دي الساين مجموع زاويتين، فبقول دي عبارة عن ساين كوزين كوزين ساين، والاشارة في النص بتبقى ايه هي نفسها، وايه بي ايه دي كده قانون في الصورة المثلثية. تفتكر هيبقى في الصورة الزائدية عامل ازاي؟ هنعمل نفس الكلام اللي قلناه، هنكتب هنمشي كده ونكتبهم. هنلاقي هنا ساين كوزين هتبقى مفيش اي تغيير، شاين كوشاين، ودي كوزين ساين مفيش اي تغيير، يبقى كوشاين شاين، والاشارة هي نفسها فما فيهاش اي مشكلة. لكن امتى هنغير الاشارة؟ لما يقابلنا ساين ساين او تان في تان. ماشي يا شباب، نبصوا برضو على الجدول اللي في اللكتشر اللي بيقارن ما بين معادلات المثلثية والعلاقات المثلثية والعلاقات الزائدية، وشوفوا امتى القوانين اتغيرت كبصة سريعة كده، واعرفوا ايه سبب التغيير مش اكتر. مش بقول تحفظوهم، لكن في اي وقت عايز تجيب اي قانون زائدي هتجيب القانون المثلثي اللي انت حافظه كويس قوي، يعني بيعتمد على انك تكون حافظ برضو المثلثي، وتعمل الايه المابنج اللي قلنا عليه ده. طيب دي كانت مقدمة كده سريعة، مقدمة للدوال الزائدية. يعني احنا فهمنا معناها المعنى الهندسي ليها، هي نقط بتقع على الايه اليونت هايبربولا، وفهمنا القوانين بتاعتها ان احنا بنعبر عنها بدلالة الاكسبوننشال فانكشن اللي هي الدالة الاسية. خلينا بقى نرسمها، احنا ما رسمناهاش لحد دلوقتي، عايزين نرسم الدوال الزائدية. طبعا هنرسم الكوشاين الشاين التانش وهنكتفي بكده، مش هنرسم إيه، احنا ما بندكوش المقلوبات يعني السك والكوساك، ما بنرسمش الحاجات دي وما بنسألش في رسوماتها، لكن اللي بيتعلم حاجة اكيد يقدر بعد كده يستنتج الباقي. فهنكتفي ان احنا نديكو ايه الكوشاين والشاين والتانش. يلا تعالوا نرسم مع بعض رسمة الكوشاين. تفتكر عشان ارسم الكيرف بتاع الكوشاين هرسمه ازاي؟ لازم بالقانون اللي احنا قلنا عليه ده نكون حاطينه قدامنا، عشان هنعوض بنقط ونتخيل شكل الكيرف دلوقتي مع بعض. ايه النقط اللي هنعوض بيها؟ اسهل نقط في التعويض هنا هي نقط الاي المشهورة. ايه نقط الاي المشهورة؟ هراجع معاكم، اي باور 0 ب 1، e power infinity، e ده رقم اكبر من الواحد يعني حوالي 2.7، فلما برفع e power infinity بتبقى infinity، e power negative infinity بتبقى 0. الكلام ده مبني على الليكتشر اللي فاتت وما تنفعش ما ينفعش تنسوه. فهو ده بالظبط اللي انا هعمله، هحط x بمره ب0 مره بانفينيتي ومره بناقص انفينيتي،
هلاقي عند الزيرو الواي تبقى بوان اي باور، لا نعوض سوري، نحط اكس بزيرو يبقى اي باور، اي باور زيرو هتبقى وان بلس اي باور زيرو هتبقى وان تاني، يبقى وان بلس وان يعني تو، تو اوفر تو، تو اوفر تو اللي هي ايه؟ اللي هي وان، مظبوط. عند انفينيتي تعالى كده نعبر عنها انفينيتي، اي باور انفينيتي هتبقى انفينيتي، اي باور نيجاتيف انفينيتي هتبقى زيرو على اتنين، انفينيتي على تو هتطلع بتساوي انفينيتي على تو هتبقى انفينيتي. تمام، محتاجين نكبر الجدول ده شوية. ده ال x و ده ال y. طيب نحط ناقص infinity ونجرب كده، ناقص infinity e power ناقص infinity و e power ناقص ناقص infinity اللي هي e power infinity على 2 تطلع كام؟ e power ناقص infinity بزيرو يبقى زيرو plus infinity over 2 برضو نفس الكلام هتطلع انفينيتي. يبقى ايه النقط اللي عندنا؟ هنحطهم على الرسم، نقطة صفر واحد يبقى دي اول نقطة، نقطة صفر واحد، وبعدين عند اكس بانفينيتي الواي بانفينيتي، وعند الاكس ناقص انفينيتي الواي برضو بانفينيتي. فدي شكل الرسمة شبه ايه يعني؟ لو بصيتوا لها كده شبه ايه؟ انت عندك الاكس سكوير دي بتبقى رسمتها كده، وانا رفعتها مسافة واحد، دي شبه it looks like ايه؟ اكس سكوير بلس وان، صح عشان ما تنسهاش، بس مش هي بالظبط لكن شبهها يعني. يبقى الجراف بتاع الكوشاين اكس يبقى ده كده بيمثل الكوشاين، وده بيمثل الايه؟ الاكس اكسس. الجراف بتاع الكوشاين زي ما انتوا شايفين بيبقى شبه looks like x squared plus 1، شبه الجراف بتاع x squared plus 1. في بقى شوية حاجات لازم نقولها على الرسمة بتتكلم لوحدها كده. بص على الرسمة وقولي الفانكشن دي even ولا odd؟ even، يبقى دي اول حاجة. الفانكشن دي even لان في symmetry about ايه؟ x about y axis، وبالتالي في اي وقت لو حبيت اجيب كوشاين لنيجاتيف فاليو هتبقى هي نفسها كوشاين الايه؟ البوزيتيف بتاعتها، فده قانون مهم. طيب نقطة كمان، الدومين بتاع الكوشاين من الرسم، الدومين هو r، كوشاين ممكن الدومين بتاعها كوشاين اقدر معناها اقدر اجيب كوشاين لاي ايه فاليو، لكن الرينج بتاعها دي مهمه قوي. الرينج بتاع الكوشاين طلع من واحد لانفينيتي، وده بيتكلم بيقول ايه؟ بيقول ان اي قيمه للكوشاين لازم تكون من واحد لانفينيتي، يعني الكوشاين دايما موجب، مفيش كوشاين سالبه، is always positive. اوكي عشان دي هنستخدمها تاني، جايه كتير هنقولها كتير قوي الجمله دي. فايه السبب ان الكوشاين دايما موجبه؟ الرينج بتاعها. طيب السؤال، سؤال مهم، الفانكشن دي 1 تو 1 ولا لا؟ هنعمل هوريزونتال كده لاين تيست هنلاقيه لا، دي كده نوت 1 تو 1. يبقى افتكروا كويس الكلام ده عشان لما هنيجي نقول نجيب لها انفرس فانكشن، نجيب لها كوشاين انفرس، هنضطر ان احنا نعمل ايه؟ هنضطر نقطع جزء من الدومين ونعمل ريستريكتد دومين ونرسم كوشاين ريستريكتد كوشاين جديده. اوكي، من الرسمه برضو ممكن نستنتج او نقول ان كوشاين زيرو بكام، يعني كنقطه معروفه قوي ان الكوشاين بتاعت الزيرو بكام؟ ب1. كوشاين الزيرو ب1. طيب دلوقتي في حاجة مهمة احنا قلناها وسط الكلام، قلنا ان الكوشاين دايما موجبة، تمام؟ هنشوف بقى كمان شوية الكوشاين دايما موجبة والشاين ممكن تبقى موجبة او سالبة. يبقى التانش دايما بتاخد، دي برضو باي ذا واي كده وهنعيدها تاني، التانش دايما بتاخد التانش ساين، العلامة بتاعت التانش اشارة التانش هتبقى دايما is a is always as shine sign. اوكي معلش الجمل صعب شويه في السم وانتوا بتسمعوها، يعني معناها بالعربي اشاره التانش، اشاره التانش دايما نفس اشاره الشاين. ليه بقى؟ اهو
لان تانش هي شاين على كوشاين. تحت دي دايما موجبة، ده دايما بوزيتيف، يبقى اللي فوق لو سالب هيبقى ده سالب، اللي تحت اللي فوق لو موجب يبقى ده موجب، فهما دايما مع بعض في الايه the same sign، دايما الإشارة بتاعتهم واحدة. تمام، دي فهمناها. طيب ناخد ايه دلوقتي، نعمل دلوقتي رسمة، تعالوا ناخد الشاين ونقول نفس الكلام ونطلع برضو نستنتج مع بعض الخصائص. هنرسم الشاين ازاي؟ هنرسمها بالقانون، بس المرة دي الشاين بالنقص. هنحط النقط التلاتة اللي احنا اتفقنا عليهم، ايه هما؟ الزيرو، يلا نحط اكس بزيرو، يبقى 1 ماينس 1 اوفر 2 تبقى زيرو. نحط اكس بانفينيتي تبقى اي باور انفينيتي بانفينيتي ناقص اي باور ناقص انفينيتي بزيرو على 2، تطلع كام دي؟ تطلع انفينيتي. نحط اكس بناقص انفينيتي تبقى اي باور ناقص انفينيتي ناقص اي باور انفينيتي على 2، تطلع كام دي؟ تطلع صفر ناقص انفينيتي، تطلع ناقص انفينيتي. يبقى ايه هما الثلاث نقط؟ اهم صفر وصفر اهي، نقطة ما لا نهاية وما لا نهاية، ادي عاملة ازاي، دي جاية من بره كده، وناقص ما لا نهاية، وايه وناقص ما لا نهاية، يعني عند الاكس بناقص ما لا نهاية الواي كمان بتبقى ناقص ما لا نهاية، بتبقى تحت كده. فدي رسمة الشاين، شبه قوي از ايه، شبه رسمة ايه عشان ما تنساهاش، شبه قوي الاكس كيوب، صح. تعالوا نشوف مع بعض الخصائص. اول حاجة شاين الصفر بكام؟ شاين الصفر بصفر. طيب الفانكشن دي اود ولا ايفن؟ هلاقي ان هي اود لانها سيمتريك اباوت ايه الاوريجين، يبقى شاين نيجاتيف هي ناقص شاين البوزيتيف بتاعتها، ده قانون مهم. الدومين في الشاين بيبقى ار، والرينج كمان بيبقى ار، فالشاين ممكن تاخد اي قيم، مفيش مشكله تاخد بوزيتيف تاخد نيجاتيف، ممكن تاخد، انما الكوشاين دايما بوزيتيف. الفانكشن دي سهله لانها كمان واحنا بنجيب لها الانفرس هنلاقيها 1 تو 1، فهي 1 تو 1 ايه فانكشن، نقدر نجيب لها الانفرس بسهوله، مش بنحتاج هنا نعمل ريستريكشن للدومين. تعالوا نرسم مع بعض التانش. تانش اكس، تانش اكس القانون بتاعنا اهو، بس انا في الحقيقه مش هستخدم القانون ده في الرسم، فهحتاج القانونين التانيين، فاكرينهم؟ مره بنضرب في اس اكس فوق، ومره بنضرب في اس ناقص اكس تحت، لما ضربنا في اس اكس فوق بتطلع كده، ومره بنضرب في اس ناقص اكس فوق وتحت فبتطلع كده. طب ليه يعني القانونين دول؟ عشان احنا في التعويضات دلوقتي، ما هنعوض بما لا نهايه وبنقص ما لا نهايه، هنلاقي ان القانونين ده هم اللي هينفعونا في التعويض. تعالوا نشوف كده مع بعض، هنرسم جدول برضو، وهنحط مره الاكس نفس النقط اللي اتفقنا عليها، اللي هي الاكس مره بزيرو، ومره بنقص ما لا نهايه، ومره بما لا نهايه. وتعالوا نشوف، حط الاكس بزيرو، لما نيجي نعوض عن اكس بزيرو احسن لنا نعوض فين؟ لو جينا عوضنا في اول قانون، بصوا هنرقمهم عشان وانا بتكلم تبقوا فاهميني، ده قانون رقم واحد، ده قانون رقم اتنين، ده قانون رقم تلاتة. لو جيت عوضت في رقم واحد عن اكس بزيرو هيطلع لي زيرو اي باور زيرو بوان، اوكي، ناقص اي باور زيرو بوان على اي باور زيرو بوان زائد وان، يبقى فوق في زيرو على اتنين تطلع زيرو، ما فيهاش مشكلة، نفع القانون ده ما فيهوش مشكلة. يبقى نقطة زيرو زيرو هي نقطة بتقع على الايه التانش. نيجي للنقطة التانية نحط انفينيتي، لو عوضنا بانفينيتي فوق هيطلع لنا انفينيتي اي اس انفينيتي ناقص زيرو، وتحت انفينيتي زائد زيرو، فانفينيتي على انفينيتي بكام؟ ما ينفعش اقول بوان، ما ينفعش اقول بانفينيتي، انفينيتي على انفينيتي كمية غير معينة undetermined، يعني معرفش بكام، هنشوف قدام ان شاء الله في اخر lectures، يمكن اخر lecture تقريبا هتبقى بنتكلم على الكميات الغير معينة وال limits
فدي ما اقدرش ايه اتصرف فيها. فعشان كده بقى بنلجأ اهو هنا بقى جه السبب ان احنا ندور على قانون تاني نعوض فيه ما يجيب لناش المشكلة دي. فببساطة كده هندور على القانون ده، لو عوضنا في قانون رقم 2 هلاقيها برضو انفينيتي على انفينيتي، مش هستفيد حاجة. هو قانون رقم 3، يبقى اول واحدة دي جت من القانون رقم 1، دي من القانون رقم 3. تعالوا نعوض في قانون رقم 3 هيريحنا قوي. اهو هنحط الاكس بما لا نهايه، تبقى واحد ناقص اي اس ناقص ما لا نهايه بزيرو، تحت واحد زائد زيرو هتطلع واحد على واحد هتطلع بواحد، فعلا هيطلع عند اكس بما لا نهايه الواي بيطلع بواحد. نيجي للناقص ما لا نهايه، انه قانون يريحني في الحسابات؟ لو فهمت الفكره هتقول اول قانون هيقابلني ما لا نهايه على ما لا نهايه برضو، تاني قانون بقى المرة دي تاني قانون هو الأفضل. تاني قانون لو حطيت اكس ناقص ما لا نهاية هيبقى اي أس ناقص ما لا نهاية ناقص واحد على اي أس ناقص ما لا نهاية زائد واحد، لأن اي أس ناقص ما لا نهاية بصفر، صفر ناقص واحد وصفر زائد واحد هيطلع ناقص واحد، يبقى النقطة دي طلعت بناقص واحد. ايه النقط اللي طلعت لنا؟ نكتبهم تاني، صفر وواحد، سوري صفر وصفر، اهي صفر صفر وصفر، معلش نخلي ارقام المعادلات بلون تاني عشان ما ناخدهاش بالغلط. تعالوا بقى نقرا النقط، صفر وصفر ما لا نهايه وواحد ناقص ما لا نهايه وايه وناقص واحد. دي تترسم ازاي؟ صفر وصفر ايه؟ طيب ما لا نهايه واحد يعني عند اكس بما لا نهايه الواي بواحد، يعني ايه بقى دي؟ ما تلاقي ما لا نهايه واحد دي يعني في خطوط خط تقاربي عند الواحد، ولما الاكس تزيد قوي 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 هقرب من الواحد، فيبقى عامل كده. ونفس الكلام هنا ناقص واحد، برضو لما الاكس تقل تبقى ناقص ما لا نهايه هعمل كده. يبقى دي رسمه الايه؟ التانج. شبه ايه؟ ها بيني وبينكو كده بقول لك دي شبه ايه، بتفكرك بايه؟ دي شبه قوي شبه التان انفرس، شبه التان انفرس، مع اختلاف طبعا ان دي كانت باي على الاتنين ودي ايه ودي باي ودي ناقص باي على الاتنين، يعني شبه دي بنقول عشان ايه ما ننساهاش يعني. طب نبص على الرسمة ونشوف شوية خصائص كده مع بعض. مثلا منها الدومين، الدومين بتاع التانش ار. طب الرينج، قيمة التانش بتتراوح دايما من ناقص واحد لواحد مفتوحين. التانش قد يعني اقدر اقول ان تانش ناقص اكس بتساوي ناقص تانش اكس، صح؟ التانش قد، التانش كمان بالهوريزونتال لاين تيست 1 تو 1 فانكشن. كل دي خصائص للتانش. بكده احنا نكون رسمنا مع بعض الكوشاين وشفنا الكيرف بتاع الكوشاين عامل ازاي. احنا بنرسم بالراحة واحدة واحدة عشان بنوريكو جا منين الكلام ده، لكن انت لازم تبقى وانت بتذاكر بتذاكرها بالطريقة دي، وتبقى في الاخر واصل ان الرسومات كلها ايه حاضرة في ذهنك، في اي وقت تقدر تستدعيها وتقدر تجيب الايه الدومين والرينج بمنتهى السهولة. طيب دلوقتي نتكلم على مسائل مشهورة قوي ونوعية من المسائل المهمة جدا، وهي ان لو انت عندك واحدة من القيم بتاعت الهايبربوليك فانكشنز وعايز تجيب الباقي هتعرف ولا لا؟ خلونا الاول نسترجع مع بعض الدوال المثلثية. لو انا عارف الساين اعرف اجيب التان والكوزين بسهولة ولا لا؟ لو عارف واحدة بس اعرف اجيب الباقي ولا لا؟ ولا محتاج يبقى معايا اتنين؟ ها نفكر كده، لو انا معايا الساين اكس مثلا بتساوي نص اعرف اجيب الباقي ولا لا؟ كنت هعمل ايه؟ كنت هرسم مثلث، مثلث كده رايت انجل قايم والساين بتاعته بنص، يبقى الايه الاوبوزيت اللي هو المقابل ب1 وده ب2، اقدر بسهوله اجيب الضلع الثالث ان انا اقول ايه ده عباره عن سكوير روت اوف 4 ماينس 1 يبقى سكوير روت اوف 3. فلو عايز اجيب الكوزين هجيبها بسهوله جدا، هي روت 3 اوفر 2. لو عايز التان، لو عايز التان هيبقى 1 over root 3. يبقى في الدوال المثلثية لو انا عندي واحدة بس
واحدة بس منهم اعرف اجيب الباقي عن طريق الايه المثلث وانا مطمن. السؤال بقى دلوقتي في الزائدية، لو انا عندي واحد بس من الدوائر الزائدية، عندي الفاليو بتاعته، عندي قيمة واحدة بس، اقدر اجيب الباقي ولا لا؟ وهجيبهم ازاي؟ ده سؤال مهم. فهقول اول طريقة كانوا زمان بيقولوا لنا لا، مفيش، لا يمكن التعبير عن الهايبربوليك فانكشن بدلالة مثلث. الكلام ده صح رياضيا؟ صح. مفيش معنى للمثلث وسط الهايبربوليك فانكشنز، ملهاش معنى. فهيبقى الطريقة الوحيدة للحل هي القوانين، باي رولز. طريقة القوانين هنعملها مع بعض بس هي شوية مملة، فهندور مع بعض على طريقة تانية ان شاء الله تعجبكم، يعني ظريفة جدا. خلينا الاول نقول طريقة القوانين. طريقة القوانين بتقول مفيش قدامك غير القوانين الزائدية، فانا عندي الشاين عايز اجيب، يبقى هبدأ من القانون ايه، هدور على القانون الاساسي اللي هو كوشاين سكويرد ناقص شاين سكويرد اكس. لو مش حافظ القانون هتستنتجه، يعني هتكتب القانون المثلثي كده على جنب وبعدين تقوم قلبه زائدي بالطريقة اللي قلنا عليها، ساين ساين هتقابلك تغير الإشارة، يبقى ده القانون الزائدي. ومنه نقدر نجيب بقى ايه الكوشاين في طرف في ناحية لوحدها، يبقى 1 بلس ايه شاين سكويرد، يبقى 1 بلس ومعايا الشاين تبقى شاين سكويرد بايه بناقص نص سكويرد، فهتطلع الكوشاين سكويرد بايه بخمسة على أربعة، يبقى الكوشاين بتساوي، ها بتساوي كام؟ المفروض اخد الجذر التربيعي بقى، اخد السكوير روت، يبقى سكوير 5 over 2. هل اقول بلس اور ماينس هنا؟ قلنا حاجة مهمة جدا، مفيش كوشاين سالبة، فهناخد الموجبة فقط، يبقى ده الكوشاين. بعد ما جبنا الكوشاين هنجيب التانش ازاي؟ هنجيب التانش هي الشاين على الكوشاين، هنقسم الاتنين على بعض، الشاين بالإشارة، التانش هي شاين على كوشاين، ناخد الشاين بإشارتها وناخد الكوشاين الموجبة، وقلنا التانش إشارتها هتطلع دايما نفس إشارة الشاين، أهي اللي فوق سالب واللي تحت موجب، يبقى التانش لازم تبقى سالب، دي تروح مع دي، يبقى واحد على روت خمسة، وجبنا التانش. دي الطريقة الأولى وهي طريقة الإيه؟ طريقة القوانين، ودي اللي احنا كنا اتعلمناها وبنستخدمها. كانوا بيقولوا لنا كده دايما ان لما تحل مسائل دوالي زائديه لا يوجد هنا مثلث، يعني لا يمكن التعبير عن الدوالي الزائديه بمثلث. مع التطور بقى والرياضه الحديثه وكده، لقينا ان الموضوع برضو احنا عايزين نسهل عليكم الموضوع، فلقينا ان احنا ممكن كمان نرسم مثلث، بس المثلث ده يعني خليك حذر قوي وركز معايا في اللي انا هقوله، ده الحل التاني اللي هحل بيه المسألة، وركزوا فيه قوي وخليكوا حذرين، تمام؟ وارجوكوا تفهموا كلامي ايه مظبوط، ما تحاولوش تفهموه باي طريقة غلط. هقول هنا ان انت تقدر ترسم مثلث، هتقدر ترسم مثلث، بس المثلث ده مش مثلث حقيقي، يعني زي ما بيقولوا كده لا يمت للواقع بصلة، خلاص هو مثلث فيك وهمي جدا. لكن ايه المانع ان انا اعمل حاجة تسهل لي الحسابات بتاعتي؟ ايه المثلث الغريب ده؟ هو مثلث برضو قائم بس هو فيك لي بقى، لان يتميز بان لو دي اسمها اكس فالكوشاين بتاعتها هي الكبيرة. احنا قلنا لما رسمنا رسمة الهايبربولا وقلنا ان الكوشاين دايما، قلتها وبروزتها، دايما اكبر من الشاين، لان الكيرف دايما مايل ناحية اليمين، فالكوشاين هي الكبيرة. فالمثلث ده برضو عنده الضلع ده، الضلع المشرشر، عشان كده انا هعمله مشرشر عشان ما تنسوش ابدا. مشرشر ليه؟ لان الطول بتاعه كبير جدا، فلو ده اسمه ايه وده اسمه بي، ده هو هيكون الكبير بقى اللي هو البي سكويرد ماينس اي سكويرد. لو هتتلخبطوا بالطريقة دي ما تستخدموهاش، لكن هي طريقة سهلة جدا، وهي طريقة هي يعني جات كده يعني بالصدفة، ملهاش اي اساس من ال من يعني ملهاش بروف، ملهاش، لكن هي طريقة زي ما بيقولوا كده ايه، مش اوفيشال يعني، طريقة كده. المثلث الفيك ده، ده هقول عليه خلي بالك تكير، يعني ده فيك تراينجل وهمي، حاجة كده فيك او فردية، حاجة كده في العالم الافتراضي، لكن مفيش مثلث في الدنيا هيبقى الضلع اللي تحت ده هو الكبير، مش ممكن. لكن المثلث ده بيتميز بكده. فانا دلوقتي لو استخدمت الخاصيه دي، المثلث الافتراضي ده، عشان احل، هعرف اجيب اللي انا عايزه كله بالمثلث، بس بالمثلث الايه الافتراضي.
النقطة التانية كمان نخلي بالك برضو take care ان اكس دي نوت ايه، اكس is not angle. امال انا اسمها كده ازاي؟ هي انجل برضو افتراضية يعني لا تمت للواقع بصلة، فا اكس دي فيك، كله فيك يعني فيك انجل. فهمنا فكرة الفيك تراينجل ده؟ الفيك تراينجل ده بيتميز بان الضلع اللي تحت هو الضلع الكبير. تعالوا بقى نطبقه على المسألة مع بعض. شاين اكس ايكوال نيجاتيف هاف، فانا دلوقتي عاوز اجيب الكوشاين والتانش، فهرسم الفيك تراينجل ده، وانا فاهم كويس ان ده حاجة افتراضية والضلع ده هو الكبير، عشان كده بنميزه باي حاجة كده اي علامة عشان ما ننساش بس. ودي كده الاكس برضو دي فيك انجل، والشاين برضو هيبقى هو نفس الايه فكرة الساين اللي هو المقابل على الواتر، فدي واحد ودي اتنين، فيبقى الضلع التالت كام؟ اول ما اجي اجيب الضلع التالت انسى خالص بقى ايه القانون اللي ايه بتاع المثلثات العادية، انا هبص على المثلث الغريب ده الفيك تراينجل ده، فهقول ده الضلع الكبير يبقى دي اربعة اللي هي اتنين سكوير بلس ايه وان سكوير، يبقى اربعة وواحد هتطلع روت فايف. شايفين؟ يبقى الضلع الملون ده المشرشر ده، ده طوله هو الكبير، ده اللارجست سايد، فده بروت فايف. من هنا اقدر اجيب اي حاجة عايز اجيبها، عايز اجيب مثلا ال، عايزين ايه كوشاين، عايزين الكوشاين، يبقى الكوشاين هتساوي ايه؟ هتساوي الضلع اللي هو المجاور الادجيسنت على الواتر، يبقى المجاور روت فايف على الواتر اتنين، صح طلعت كده فعلا. والكوشاين دايما موجبة، نحط جنبها كده بوزيتيف عشان ما ننساش. نيجي للتانش، هنجيب التانش من المثلث ازاي؟ هو المقابل على المجاور، يبقى كده. بس الطريقة دي مش هتجيب لي اشارات خالص لان هي بتديني مسافات، فانا لازم بقى اكون مركز ان انا احط ان التانش نفس اشارة الايه الشاين. فليه بحط ناقص هنا؟ هي ما طلعت ليش في المثلث، هي طلعت لي لان انا عارف انها نفس اشارة ايه، نفس اشارة الشاين. ايه رأيكم في الطريقة دي؟ لو ما فهمتوهاش اوكي استخدموا القوانين، لو فهمتوها هتعجبكم قوي وهتستخدموها في الحل. هتلاقوني في كل مسألة في الليكتشر حل بالطريقتين، عشان اللي ما يعجبوش ده يستخدم ده، لكن انا دلوقتي هكمل المسائل وهحل بطريقة المثلث لانها بصراحة عجباني، يعني طريقة سهلة وبسيطة. مسألة رقم اتنين، if tanh x مدينا هنا التانش، يبقى التانش جيفن وطالب فايند الشاين والكوشاين. عندي التانش، هرسم الفيك تراينجل بتاع الاكس، ومنساش ان دي كده فيك، والتانش احطها على الرسم، هي اسيب الاشارة دلوقتي. على فكرة الاشارة فايدتها بس ان انا عارف ان وانا بحل انا حط ناقص هنا ان اشارة الشاين سالبة، بس كده الكوشاين دايما موجبة، هي دي فايدة الاشارة، لكن هشتغل المثلث عادي جدا. التانش هي الايه الناحية المقابل الابوزيت على الايه الناحية دي، يبقى دي كده الوان ودي التو، يبقى الضلع ده كام؟ يبقى الوتر بكام؟ ده مثلث مش عادي، يبقى الوتر هو الكبير الاتنين سكويرد ناقص الوان سكويرد، تبقى كام؟ هتبقى سكوير روت فور ماينس وان، هتبقى سكوير ايه سكوير روت للثري، جذر تلاتة. خلاص خلصنا، ما الكلام ده بيتعمل بسرعة بقى. يبقى الكوشين هتطلع كام؟ هتطلع اتنين على جذر تلاتة، والشاين هتطلع كام؟ هتطلع واحد على جذر تلاتة، ومنساش الاشارة الناقص علشان الشاين بتتبع نفس اشارة التانش. ليه؟ عشان الكوشاين دايما موجب. خلاص قلناها كتير وما ننساهاش، ناخد مثال تاني تالت بقى عشان ايه يبقى تمام كده. if كوشاين المرة دي من اديني الكوشاين وعايز الشاين وعايز التانش، نقول حاجة بس مهمة، الكوشاين دايما موجبة، فهنا الاشارة بتاعت الكوشاين موجبة دايما، فمش هتديني اي معلومة عن اشارة الشاين والتانش. فهعمل ايه وانا بحسب؟ لو هستخدم طريقة المثلث
يبقى هخلي بالي ان انا الارقام اللي هحطها هحط موجب او سالب معاها. ليه؟ لان كوشاين واحدة هيطلع منها نقطتين دايما، اتنين شاين اتنين تانش. طب ايه السبب؟ اهي الرسمة بمنتهى السهولة، دي رسمة الكوشاين. اوكي، لو انت عارف اي فاليو لاي كوشاين اهو، مثلا دي اسمها 3 على 2، النقطة دي 3 على 2، وجيت وصلت هتلاقي يقابلها كام اكس موجودة، اكس 1 واكس 2، عشان كده بيبقى فيه 2 شاين و2 تانش، واحده موجب واحده سالب. لو انا بحل بالمثلث اخلي بالي، لو انا بحل بالقوانين زي ما مكتوب عندكم في الليكتشر هتلاقوها اوريدي لوحدها كده اوتوماتيكلي بالقوانين هيطلع لي فيه تربيع، ولما اخد الجذر هعمل موجب وسالب. تعالوا نحل بطريقه المثلث. هرسم المثلث الفيك تراينجل ده، وهشرط كده البتاع ده عشان ما انساش ان ده الضلع الكبير، وهحط ان الكوشاين اللي هو 3 على 2 يبقى ده كام؟ نركز قوي واحنا بنحسب، الكبير ناقص الصغير يبقى 9 ناقص 4 يبقى روت 5، صح؟ ده الضلع التالت. وهبدأ اكتب الشاين بقى اللي هي بتطلع الشاين روت 5 على 2 موجب او سالب طبعا، والتانش هتبقى التانش روت 5 على 3، مظبوط كده. يبقى نخلي بالنا بقى، احنا ادينا لكم كل الافكار كده. اول مسألة كنت مديالك الشاين بس سالبة، فانت عارف وانت بتحسب ان الكوشاين موجبة التانش سالبة زيه. في التانية عملت العكس، اديتك تانش سالبة يبقى نفس الكلام، كوشاين موجبة والشاين سالبة زيه. في التالتة بقى اديتك كوشاين بس، فانت مش عارف هي سالبة ولا موجبة. فعشان كده بناخد الحلين، الشاين سالب وموجب والتانش سالب وموجب. اوكي، نشوف مع بعض دلوقتي نوعية من المسائل مهمة جدا، وهي مسائل السامبليفيكيشن، هي مسائل التبسيط. اديك اي اكسبريشن في دوال زائدية وجواها مثلا لين، واطلب منك تبسط. يبقى بالتأكيد انا اقصد ايه؟ اقصد انك تعبر عن الدوال الزائدية بالدوال الأسية، وبعدين الأسية مع اللين هيبقى فيه اختصارات لأن هما inverse لبعض. فتعالوا نشوف كده مثال. simplify tanh جواها 2 لين x، ايه اللي تقدر تعمله هنا؟ مفيش قدامنا غير قوانين ايه؟ الاي. يبقى هنعبر عن التانش الاول بالاي، هختار انا القانون. طب التانش ليه 3 قوانين، ايه الاسهل لي؟ اسهل قانون هكتب الثلاثه قصادكم دلوقتي وانتوا اختاروا ايه الحاجه الاسهل. اول قانون هلاقي ده بيطول دايما في السامبليفيكيشن، تاني قانون e2x ناقص 1 e2x زائد 1، تالت قانون 1 ناقص e ناقص 2x 1 زائد e ناقص، هتتعودوا على الحاجات دي بالتمرين. هختار القانون اللي سهل، فهختار يا التاني يا التالت مش هتفرق. اوكي، هختار القانون التاني دلوقتي احل بيه، فهشيل تانش 2 لين اكس، هشيل كل اكس واحط 2 لين اكس في القانون، هتبقى اي اس اي 2، هشيل اكس واحط 2 لين اكس 2، واشيل اكس واحط 2 لين اكس، ونعمل اختصاراتنا بقى مع بعض. شوف الكلام ده معناه ايه، دي هتبقى اي باور 2 في 2 ب4 لين اكس، وتحت نفس الكلام 4 لين اكس زائد 1. طيب اي اس 4 لين اكس بتساوي ايه؟ قلنا ان الاربعة دي مكانها جوه على الاس عشان اقدر اضيع الاي مع اللين، فدي بتساوي ايه؟ بتساوي اي باور لين اكس اس 4 ناقص 1، وتحت e باور لين اكس اس 4 زائد 1. طبعا e لين e باور لين بيضيعوا بعض عشان دول الدوال الايه العكسيه لبعض، فيطلع النتيجه اكس اس 4 ناقص 1 على اكس اس 4 زائد 1، وده هيكون السمبليفيكيشن بتاع الايه. ولما اقول سمبليفاي لازم تخلصها للاخر، يعني هي لو انت حليت نص الحل وقفت عند مرحله لسه فيها تبسيط اكتر فانت ما خلصتش كده، فلازم تبص كويس اللي انت وصلت له ده خلاص ده اخره ولا لسه في خطوات تاني. اوكي، فهنا طبعا مفيش حاجة نقدر نعملها تاني، فيبقى هو ده الحل. هتبان بمثال تاني، تعالوا ناخد مثال تاني عشان نشوف ايه تاني ممكن من الافكار يتعمل
عشان نبسط الايه اي ترم قدامنا. ما نتخضش بقى، دي كوساش ودي كوتانش. كوساش اللي هي مقلوب الشاين، كوتانش اللي هي مقلوب التان. فانا هحط ايه قانون الكوساش لو مش حافظه لسه عشان تبقى متخيل. اهو كوساش بيساوي 2 على اي اس اكس ناقص اي اس ناقص اكس. الكوتانش اللي هو مقلوب الايه التانش اللي هو اي اس ناقص اكس، اي اس اكس ناقص اي اس ناقص اكس على اهو كده. ده الشاين على الكوشاين، احط القانونين قدامي واعوض بيهم. يبقى انا دلوقتي اعمل ايه؟ هشيل الكوساش لين اكس، هشيل الاكس واحط لين اكس، يبقى 2 على اي اس بدل اكس اخليها لين اكس، يبقى لين اكس اي اس ناقص لين اكس. تمام دي؟ تمام. الكوتانش، كوتانش هي اي باور لين اكس ناقص اي باور ناقص لين اكس، اي باور لين اكس زائد اي باور ناقص لين اكس. ونعمل شويه اختصارات يلا. يبقى اي باور لين اكس اللي هي اكس. طيب اي باور ناقص لين اكس، الناقص دي ادخلها جوه ببقى ايه؟ باكس اس ناقص واحد اللي هي واحد على اكس، صح؟ وهنا نفس الكلام، اي باور لين اكس اللي هي اكس ناقص دي هتبقى واحد على اكس، دي هتبقى اكس، دي هتبقى واحد على اكس. هل احنا كده خلصنا؟ هينفع نقول خلاص كده؟ لا طبعا، لسه في سمبليفيكيشن. كملوا كملوا، اعملوا اللي تقدروا عليه. ايه اللي تقدروا عليه؟ مثلا اول حاجة عايز ابسط شكلها، فهضرب هنا في اكس وهنا في اكس، هنا في اكس وهنا في اكس، اتخلص من القسمة دي خالص. تعالوا نعمل كده في صفحة جديدة. يبقى هعمل ايه؟ هضرب في اكس فوق وتحت، هتبقى فوق في 2 اكس وتحت هتبقى اكس سكويرد ناقص واحد، زائد اللي فوق دي هتبقى اكس سكويرد بلس وان اكس سكويرد ناقص واحد. ها تقف ولا لسه؟ لسه في جمع هنا، نجمعهم كلهم نفس المقام من تحت، هما هما. نجمع بقى اللي فوق، هلاقي اللي فوق ده عبارة عن اكس سكويرد بلس 2 اكس بلس 1. ده طبعا مربع كامل، ده لو تلاحظ ده عبارة عن اكس بلس 1 اول سكويرد. وتحت ده فرق بين مربعين، هنا في اختصار لازم يحصل، لو ما عملتوش تبقى غلطان لانك ما خدتش بالك. يبقى دي كده هتطلع في الاخر بقى، دي ابسط حاجة فعلا، دي ابسط صورة ممكن نوصل لها. يبقى مسائل السمبليفيكيشن في الدوال الزائدية كلها تعتمد على ان انت تستخدم قوانين الاي اي مع لين، هتعتمد على ان هما يضيعوا بعض ويبقى في اختصارات ويحصل سمبليفيكيشن. تمام. النوع اللي بعد كده اللي برضو عايزين نحل امثلة منه، نوع الايه؟ المعادلات. بقول لك سولف، سولف يعني هات لي حل، هات لي حل يعني هات لي ايه؟ اديك اي معادلة كده احط فيها مثلا دالة زائدية كده واقول لك هات لي حل، هات لي حل يعني هات لي الاكس، هات الاكس بكام. هتعمل ايه عشان تحل دي؟ تانش بيساوي كذا، هنعمل ايه؟ مفيش برضو قدامنا غير ان احنا نعبر عن التانش دي بالاي ونختصر. طيب دي كده الجزء ده اللي هو في المثال اللي فات طلع فين؟ اهي تانش 2 لين اكس اللي عدتنا في الاخر اهي. فانا هاخد الحل على طول، لكن انت طبعا لو بتحل تعملها من الاول. فانا هاخد الحل، طلعت لنا كده اكس اس 4 ناقص 1 على اكس اس 4 زائد 1 بيساوي نص. فهبدا احل المعادله دي، هضرب ده في ده وده في ده، يبقى 2 اكس اس 4 ناقص 2 بيساوي اكس اس 4 زائد 1. جيب الاكس اس 4 في ناحيه لوحدها، يبقى اكس اس 4 هتطلع بتساوي 3. عايزه احل المعادله دي، اخد الجذر الرابع، وانا باخد ها وانا باخد الجذر الرابع اكون حريص جدا، لان انا الجذر الثاني الجذر الرابع الجذر السادس اي جذر ايفن بيبقى فيه موجب وسالب، يبقى اكس هنا عبارة عن موجب او سالب الجذر الرابع للتلاتة. تمام. بعد ما حليت وخلصت، في خطوة زيادة لازم تعملها. ايه هي؟ عشان الخطوة دي هتخليك تغلط احيانا او ما تغلطش. الخطوة الزيادة انك تعمل تشيك. تشيك ايه؟ ترجع لأصل المسألة
وتعوض بالنقطة دي جوه المعادلة دي. عايز تتأكد من ايه؟ عايز تتأكد ان مفيش مشكلة ممكن تظهر لي. المشكلة تيجي منين بقى؟ لا قدر الله، المشكلة هتيجي لما يبقى في لين جواه عدد سالب. اتفقنا في اللين، قلنا مفيش لين لعدد سالب. ليه؟ لان رسمة اللين عاملة كده، فاللين مفيش لين لعدد سالب، يعني الدومين بتاع اللين مفيش، مينفعش. حتى انت لو عملتها بالكالكوليتر قلت له لين نيجاتيف 3 هيطلع لك ايرور على طول، مفيش لين لعدد سالب يا جماعه. فانا لازم ارجع ابص كده بصه. طب القيمه الموجبه هتعمل لي اي مشكله؟ لا، القيمه السالبه فيها مشكله. واقوم قايل ايه؟ ان الاكس بيساوي الجذر الرابع للتلاتة بالموجب بس، والسالب دي نرفضها، ريجكتد، رغم انها طلعت لنا في الحل. يعني هي حل المعادله موجب او سالب، بس لما ارجع اعوض الاقي لا، القيمه دي ما تنفعش بيا. حل وحيد هو ده. هل دايما السالب هيترفض؟ لا، على حسب شكل المعادلة اللي انت بتعوض فيها. ما هو ممكن اكس يبقى مثلا في جنبه مثلا حاجة، او هو سكويرد او كده، فخلاص فالسالب لما نعوض بيها تبقى موجب. يعني انت لازم ترجع، ما نقدرش نقول هنا ارفض السالب دايما، لا ارجع، بنقول لك ارجع عوض في المعادلة وشوف. عملت لك لين سالب ارفضها، عملت لين موجب خلاص تبقى تمام، خدها معاك. آخر مسألة هنحلها مع بعض. كوشاين جواها كده بتساوي شاين، عايزين نعملها بالراحة مع بعض دلوقتي. المطلوب ايه الأول؟ استفرق قوي. المطلوب ايه؟ سولف. المطلوب نعمل سولف، يعني عايزين نوصل للإكس. نبص شوية على المسألة، نركز، هنلاقي فيها كوشاين، فيها شاين، وفي لين جواهم. اضيعهم ازاي؟ اختصر ازاي؟ انا محتاج اعبر عن الكوشاين والشاين بدلاله الاي. فهبدا ادخل اكتب قانون الاي. قانون الكوشاين، اي اس اكس اهي اللي هي لين اكس، زائد اي اس ناقص لين اكس على 2، ده قانون الكوشاين. قانون الشاين هيبقى زيه بالظبط، بس هاخد اللي جوه ده احطه بالناقص، الشاين بالناقص يا جماعه ما تنسوش. ودي طبعا ده رقم بنقله زي ما هو. اعمل اختصاراتي السهلة، e power لين x هتبقى x، دي هتبقى 1 over x، دي هتبقى 2. هنا e power لين تبقى x على 2، دي هتبقى مقلوب بتاعها 2 على x، دي هتبقى 2. ابسطها على نفسي ازاي؟ اضرب فوق وتحت في ايه؟ اجي كده اضرب كل دي، عايزة اخلص من القسمة، هضرب في اكس، هضرب في اكس بس، هضرب في اكس فوق وتحت، دي مش محتاجه حاجه، ده ترم لوحده. ولما بتضرب خلي بالك تضرب فوق وتحت. طيب في كمان هنا على 2، فهضطر اضرب هنا كمان في 2، في 2 اكس، مفيش اي مشكله خالص ان انا اضرب في 2 اكس. اوكي اهو، هضرب في 2 اكس هنا وهنا. نشوف كده، هضرب في 2 اكس فوق هتبقى 2 اكس سكويرد، هضرب في 2 اكس الواحد على اكس هتبقى 2. اوكي طب معلش، كان في خطوة ممكن تتعمل اسهل الاول. احنا وصلنا لكده مع بعض صح؟ في خطوة اسهل الاول، ان انا اشيل الاتنين اللي تحت دي الاول صح؟ كلهم يديهم، يتفضل هنا 2، هكتبها لكم تاني عشان نشتغل عليها مظبوط. الاتنين موجودة في كل المقايم، فانا اختصرتها الاول كده اسهل. يبقى x plus 1 over x بتساوي x over 2 كده بالظبط، اهي دي المعادله اللي طالعه لنا، دي 2 سوري، دي كمان 2 مش 4. الخطوه دي فيها اي مشكله؟ قسمنا على 2 كله. دلوقتي بقى هضرب المعادلات دي كلها في ايه؟ محتاج اضرب المعادلات في 2 على اكس، في الطرفين مفيش مشكله ان انا اضرب 2 على اكس هنا وهنا،
يبقى هدخل في دي كلها هضربها في 2x، ودي كلها هضربها في 2x. تعالوا نشوف اللي هيحصل. دي هتبقى 2x سكويت، الاكس تروح مع الاكس، دي هتبقى 2 بس. دي لما تتضرب في 2x هتبقى اكس سكويت، دي لما تتضرب في 2x هتبقى اكس هتروح مع الاكس هتبقى 4، ودي هتبقى 7x. شايفين السهولة؟ بقت معادلة تربيعية، اظبطها هرصها صح كده، هتبقى اكس سكويت اجمع ناقص 7x زائد 6 بيساوي 0. دي معادلة تربيعية، الحل بتاعها هعمل فاكتورايزيشن هفكها، اكس في اكس، والستة كام في كام؟ مجموعهم ناقص 7، 6 في 1 بالناقص، فهيبقى الاكس بيساوي في حلين الواحد والستة. ما تنسوش بعد ما تجيبوا الحلين تعملوا ايه؟ ترجعوا تجربوا. تجربوا فين؟ سوري، مش هنا خالص، تجربوا بقى في اصل الايه، في اصل المسألة اللي هي اول خالص كده، هي دي. نجرب الواحد كده هنلاقي لين الوان مفيش مشكلة، لين الوان مفيهاش مشكلة، الواحد مقبول. طب الستة؟ لين ستة، هنا لين تلاتة مفيش مشكلة، يبقى ده مقبول وده مقبول، يبقى هي الإجابة فعلا الحل 1 و6، النقطة 1 ونقطة 6 بيحققوا المعادلة دي. نخلي بالنا لأن ايه، احنا كده خلصنا الهايبربوليك فانكشنز. يا ريت يا جماعة نحل بإيدينا المسائل دي تاني، وما ناخدش الكلام كده ان احنا نتفرج عليه، لا نهتم، لان الموضوع كده كل ما ده بيزيد احنا يعني عمالين ناخد في الدوال، وعمالين ناخد في دومينز ورينجز وبروبرتيز، خصائص وقوانين، كل مرة بنضيف نضيف، فانت عمال يتكوم عليك حاجات. لو انت فاهم اول باول هيبقى الموضوع سهل، لو هتقعد تركن هيبقى صعب جدا. اوكي، الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على الانفرس هايبربوليك، وبكده هنكون خلصنا كل انواع الفانكشنز اللي عايزين نديها لكم عشان نبدأ بقى صح في الكلام على الديفرنشيشن. شكرا.